المغاربة ولفوا كبور وشفناك غبرتي وبعض المصادر قالوا بأنك درتي لاباس وليتي رجل أعمال. هاد الساعة غا راجل شعيبية غانتوما الله يهديكم وصافي. إيوا تحنا بغينا غير نعرفوا، ولكن لحظة معنا مكالمة. السيكالاطة بغى يسول فيك. ألو تفضل سيكالاطة. ألو بوكبو، وكنسمعك دابا في الراديو كتبان زوين. وشوف قالت الوالدة ملي تسالي دوز تغدى معانا. الله يرضي عليك اودي يا كالاطة. هاد كالاطة ظريف وزوين وهو امو مسكينة ديما كتعرض عليا. وما تجبرش ليا امي، ما تجبرش ليا امي، ما تجبرش ليا امي. دابا الان انا راني مجموع عندي غدا، عندي باش نقطع ان شاء الله اسبانيا الرحمن الرحيمين. غادي ندوز اسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، المانيا، دنمارك، دنمارك، السويد، السويد واحد طرف ديال فيرلاند، فيرلاند، النرويج. سيد الوزير، اليوم كانوا امتحانات في وقتهم ديال الطلبه ديال الطب وديال الاسنان المدربين، ما هي المستجدات في هذا الملف؟ كما التزام القطاع ديال التعليم العالي وكذلك الصحة باش ان الامتحانات تكون في وقتها، وهو التزام اللي واكب الالتزام بالحوار، الحوار المفتوح، الحوار البناء، الحوار المعقول مع ممثلي هاد الطلبة. في 16 ديال النقاط وصلنا 14 نقطة، وصلنا إلى نتائج الحمد لله إيجابية وتجاوبنا. الكرة الثامنة يميزها دائما ذاك المسار اللي سناته الجمعية على أنها تمشي على ذاك الضرب، أنها تحقق بالثقافة ما لم تحققه السياسة. نحن نستضيف تلة من السينمائيين المرموقين على الصعيد المغاربي وعلى الصعيد الدولي. اجتماع خاص بالمنتخبات في المجالس الترابية، وخصوصا اللي داخلين في مسؤولات، يعني اللي داخلين في الأغلبيات في التدبير ديال الجماعة الترابية. فهذا الاجتماع بطبيعة الحال لا يمكن إلا أن يكون مهم، لأنه غادي يتم فيه دراسة الأداء ديال النساء، العدالة والتنمية في تدبير الشأن الترابي سواء في الجماعات أو في الجهاد. طبعا اليوم القانون كذلك جاء بالمدة الزمنية لتنزيل هذا المقتضى، وهذا القانون المتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية على ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة. هناك بعض المجالات ديال التشريع إلى غير ذلك، يعني في حدود 5 سنوات. هناك على مستوى التربية والتكوين على مستوى الابتدائي، وكذلك على مستوى الإعدادي وعلى مستوى الثانوي، وكذلك هناك الاشتغال كذلك على تفعيل هذا الطابع الرسمي على مستوى البحث العلمي على مستوى التعليم العالي. المواد اللي كانوا صعاب بزاف، ما نكذبش عليك، على شوف لك شي مبريباري، لك شي مبريباري من الاخر، لك شي مبريباري غادي تجاوب امتحانات في المتناول من الاخر. نقول لك لا ماكشيش بريباري بحالي انايا، راه غادي تبقى داوي خاوي وتبقى حقيقه ماشي خط جوي، هي قاعده جويه اللي وضعتها الخطوط الملكيه المغربيه هنا في العيون، واللي غادي تمكن من تحقيق واحد 13 رحلة أسبوعية في اتجاهات متعددة. سيكابور، ما بقاش عندنا الوقت بزاف، قول لي كي جاوك الأعمال الرمضانية ديال هاد العام؟ هما مجيانين مايش خايبين، غير هما خاصهم ينوقعوا شوية. مثلا واش مراكش كاملة فيها غير فرديلة بن موسى وفركوش، مرة تمثل مرتو مرة تمثل أمو.